بالنسبه للدويات وعصفور مرض وكل شيء، هذا سوجي كبير على الاخر وبالرسمي معنى حكينا فيها برشا مرات. مالو غزمان توينسا اكثر حاجه يموت عليها عصفور مرض، كيفاش نداويه، كيفاش نعمله، كيفاش معنى اكثر حاجه واكثر تساؤلات هذي. الوغ كو لوجيك يقول علاش انت العصفور تخلي فيه يمرض، معناه نورمالمون الفير ولا انت تربي عصفور لازمك سواء تقرا سواء تسال العبيد سواء تعمل لازم الكل باش العصفور ما يمرضش. خاطر كيما نعرفوا عصفور راس تانيت تخيف خجي يوزن 30 و 20 غرام، معناه كان مرض اون جينيرال راهو معناه صعيب برشا باش يمنع، وحتى كان باش يمنع باش يقعد عصفور فراجيل وباش يبدا عنده حتى ينجم يعدي لك عصافر اخرين، ولا يقعد بوكتور اسمبتوماتيك نتاع المرض ويعدي لك عصافر اخرين. بار كونتر الوقايه اللي هي اسهل برشا، تربحنا في الوقت، تربحنا في الفلوس، وتحافظ على الصحه نتاع العصافر نتاعك، واللي هي معناها حاجه فزابل على الاخر. اون فوا توفر لعصافرك الظروف الملائمه الكل، معناها لازم البيت اللي باش تحط فيها العصافر يبدا ما فيهاش كورونديل، لازم تبدا الكليراج نتاعها باهي، تدخل لها الشمس، تنظف العصافر ريغوليرمون، تبدل الماء ريغوليرمون، تعطيه ماكله ايكيليبري ومتوازنه. معناها كما قلنا بكري ما ثماش برشا اكسي، ما ثماش واحد. كي تشري عصفور جديد بيان سور ما تدخلوش ديريكتومون مع العصافر القدم، تخليهم اوبسيرفاسيون، فهمت؟ كي تشري زاده تحاول ما تشريش من اي بقعه ولا العبد تشري من عنده، تشوف صحه عصافر وتشوف الباج نتاعو، كي بداو مرضى ولا فيه مشاكل ما تشريش، خاطر انت باش تدخل المرض لعصافرك. ثم دي تريتمون تعملهم، معناها تريتمون كيما نقولوا احنا حاجات ناتوريل بوغ رانفورسي لو سيستيم ايمونيتير. ثم كيما قلت لك ماكله ايكيليبري، العصفور ما تزربش مثلا، احنا توا بيريود دو برودكسيون 70% من لي زيلفور ما حضروش عصافرهم بالكدا، يزربوا على الريبرودكسيون. هذاك من بعد عصفور يبدا تاعب ماهوش في فورما، دخلوا انت ريبرودكسيون ايفور فيزيك كبير على الاخر باش تخسر العصافر، باش تتعب، ثم مال دو بونش تحصر الانثى العظمه، باش تتعب، ماهيش باش توكل، ماهيش باش توكل لك الفروخ، فهمتني؟ وباش يصيروا برشا دي زاكسيدون. الوغ كو عصفور حضرته بالباهي وارتاح وياكل في ماكله ايكيليبري وتحافظ عليه بالباهي، ما ثماش علاش باش يمرض والا باش يصيروا لك مشاكل. اون جينيرال العصفور لابس عليه المرض هو الفير، هو اللي يتسبب في المرض العصفور، سواء يجيب مرض معناه يمشي بحذا الفير ولا يمشي للسوق يمس عصافر مرضى، ولا قفص كان حاط فيه عصفور مريض ويحط فيه عصفور لابس عليه باش يتعدي، ولا يمس عصفور مريض ويمس عصافره باش يتعدي، والا يشري عصفور ويدخله ديريكتومون للشومبر ديال الباج باش يعدي له عصافره، والا ثم انديزيكليبر في الماكله باش يعمل له مشاكل نتاع الصحه ويمرضوا العصافر. سينو يبدا هذوما الكل معناه يميتريزي لي بارامتر هذوما الكل، راه ما ثماش من يمشي يجيه المرض العصفور، فهمت؟ بالنسبه للاستعمال الانتيبيوتيك معناها بالرسمي سوجي كبير على الاخر، وثم قصه حب ما بين الليفر التونسي وليزونتيبيوتيك. معناها احنا خلطنا، ثم ديزلفر توانسه مش ديزلفر برشا يستعملوا في ليزونتيبيوتيك اون ديغي دي كومبليمون اليمونتير ولا دي فيتامين، كيما النيو فيتاسيل اللي هو فيه دي فيتامين وفيه دو انتيبيوتيك. معناها العبيد تستعمل فيه على اساس يقوي العصفور، ثم شكون يعطيه معناها مرتين في الجمعه ولا مره في الجمعه عام على 12 شهر، فهمت؟ المشكله الاخرى اللي لي زونتيبيوتيك هذوما يتباعوا، معناها يتباعوا باغتو، معناها تنجم تمشي لاي فارماسي كيما عند العبيد، زاد مشكله عند العبيد لونتيبيوتيرابي. معناها نورمالمون ان انتيبيوتيك في البرة معناها في الاوروب ولا في بلاد تحترم نفسها ما تاخو انت انتيبيوتيك الا بالبريسكريبسيون تاع الطبيب، خاطر ان انتيبيوتيك راهو ماهوش لعبه، فهمت؟ مالوغوزمون احنا في تونس تمشي لاي فارماسي تاخو اي انتيبيوتيك سون بريسكريبسيون سون حتى شيء. نفس الشيء بالنسبه للحيوانات. ثاني حاجه التوانسه كلهم تبارك الله طبه، معناها تفهم في العصافر، تفهم في الامراض نتاع العصافر، معناها تلقاه ربي ليه عام صاي واللي يفهم وينصح في العبيد. يسون كابابل باش يعملوا ان دياغنوستيك من تصويره ولا من فيديو على الفيسبوك، عنده السلمونيل، عنده الكولي باسيلوز، عنده كذا. ولي زونتيبيوتيك قلت لك ثما دي زونتيبيوتيك يستعملوا في لي زونتيبيوتيك نتاع الدجاج، الاغلبيه ماهيش ادابتي للعصفور سواء في الدوزاج ولا في الكومبوزيسيون. وثما لي زونتيبيوتيك اللي تدخل في المارشي نوار زاده، واللي تتباع في لي مارشي، تتباع في الاحوانت من غير حتى اوتوريزاسيون، واللي هي زاده كارثه كبيره هذيك على العصفور وعلى حتى صحه الانسان. المخاطر نتاع الاستعمال نتاع لي زونتيبيوتيك، احنا نعرفوا لي زونتيبيوتيك تستعملهم معناها مش في وقتهم ولا تستعملهم اكثر من لازم ولا الدوزاج ماهوش ادابتي باش تصير ان انتيبيو ريزيستونس، معناها البكتيريا ولا الجراثيم تولي تعرف الزونتيبيوتيك هذيك وتولي تشرب انت العصفور ولا حتى عند العبد تولي اون ديغي تشرب في الماء ما عادش يعمل حتى شيء. مالوغوزمون في تونس خلطنا الستاد اللي صافي ديزاني اللي كي تعمل انت تحليل العصفور معناها باش تعرف انت احنا لوجيكمون باش نعرفوا عصفور كيفاش مريض، يفو فيغ ديزاناليز معناها في الاناليز نتاع لابوغاتوار
باش تعمل ايزولمون تاع الجيرم، وبعد البكتيريا هذيك تشوف انهم لي زونتيبيوتيك اللي يمشيو عليها، معناها نعملوا ان انتيبيوغرام. مالوغوزمون من ديبوي 2013 2014 كي تعمل انتيبيوغرام العصفور ساعات تلقاه ريزيستون على لي زونتيبيوتيك الكل. معناها لي زونتيبيوتيك هي المرضى سهله تلقاها شيرشيا كولي ولا كليبسيلوز ولا معناها اون جينيرال تعطيها ان انتيبيوتيك البكتيريا هذيك تموت، مي هي تلمون تقويت بالاستعمال المفرط والاستعمال الغير ممنهج لي زونتيبيوتيك ولات معاش الانتيبيوتيك معاش عامل لها حتى شيء. توا احنا سيتياسيون في تونس مالوغوزمون برشا انتيبيو ريزيستونس، معناها عند العصافر براتيكمون لي زونتيبيوتيك معاش يعطيو حتى افي. علاش؟ خاطر لي زيلفور يخلطوا في لي زونتيبيوتيك كيف ما يجي، يعطيو في لي زونتيبيوتيك كيف ما يجي، عنده مورتاليتي في الفروخ يبدا يعطي في لي زونتيبيوتيك، يزقق في الفرخ في لي زونتيبيوتيك معناها باش يمنعو. فهمت؟ اوكي تنجم تمنعو، مي انت الونتير راك باش تتسبب في كارثه. المصيبه الاخرى اللي ثم دي بكتيريا هذوما ينجموا يتعداو من العصفور ولا من الحيوان للعبد. كي تعمل هي عند العصفور ريزيستونس راهو كي يمرض بها العبد تنجم انت، معناها ثم عباد كل عام تموت بالانتيبيو ريزيستونس خاطر تلمو خذا العصفور هذاك دي زونتيبيوتيك، تولي البكتيريا هذيك تعرف لي زونتيبيوتيك الكل. كي تتعدى العبد انت اوتوماتيكمون تمشي للطبيب باش يعطيك انتيبيوتيك، سي اون انفيكسيون ما تعمل لك حتى شيء. الوغ كو البكتيري نورمالمون تموت من الانتيبيوتيك هذاك. علاش؟ هذا جرى الاستعمال المفرط والغير مبرر لي زونتيبيوتيك. احنا ثم دي زيلفور تو قبل الغوبرودكسيون يقول لك ننظف العصافر، اللي هي معناها انا توجعني على الاخر كلمه عليها عصافرك مسخين باش تنظفهم، وهو شنو باش يعطيهم كونكوا كان ثم بكتيري ولا اون انفيكسيون باش ينحيها باش ما يقتلوش العصافر. كيما احنا واحد يقول كل عام مثلا تجي نضرب نمرض بانجين في الشتاء، من اول الخريف تبدا تاخذ في الانتيبيوتيك، انت تاخذ في لوغمونتان ولا كلاموكسيل كل يوم. علاش؟ باش ما نمرضش مثلا في جانفي بال 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 باللونجي. معناها بالرسمي ثم برشا معناها دخلنا في سيركوي خايب على الاخر. والمشكله كي تحكي مع لي زيلفور، ليفر ما يفهمش، اعطيه منع على العصافر، عنده عصافر لازم يمنع سيزون، ما يخممش الون تيرم. الوغ كي انت تخسر السنه وتحاول تقوي العصافر نتاعك وتقوي المناعه نتاعك وتشري عصافر ما عند عباد ما تستعملش لي زونتيبيوتيك وتعطي ثم حاجات ناتوريل باش تقوي بها المناعه نتاع العصفور، راهو بشويه بشويه ترجع العصافر تولي عندهم مناعه وتولي عندهم ريزيستونس للعصافر نتاعك وتعمل اون سوش باهيه. خاطر هو للفير احنا في تونس للفير برو في مخه خارج عصفور مزيان. فهمت؟ اما اوكي تنجم تخرج عصفور مزيان اما ماكش باش تطول. علاش؟ خاطر كي تخدم اون سوش راهو اون سوش ماهيش عصفور مزيان بركه، عصفور مزيان عصفور يوكل فروخه، معناها عصفور حنين مش عصفور ما يوكلش، وعصفور اون بون سونتي عنده اون بون ايمونيتي. خاطر انا خارج عصفور مزيان اما فراجيل باش يموت لي باش يمرض لي باش واحد، معناها ماكش باش تنتج به حاجه اخرى. الوغ كي تخرج انا نخدم على التروا حاجات التروا باليا هذوما، نخدم عصفور مزيان، عصفور كي اون بون سونتي وعنده ان تري بون سيستيم ايمونيتير نجم نعمل عليه، وعصفور حنين كي عندي تري بون كاركتير معناها يعدي الترانسمي معناها دي كاركتير جينيتيك باهيين، هذوما الكل معناها بقدرة ربي تقعد تربي بوندون 40 و 50 عام. علاش احنا البرا نشوفوا ديزلفور عندهم 50 و 60 عام؟ خاطر عباد خدمت على سوش نظيفة. البرا انا جو ان كونتاكت مع برشا دي فيتيرينيغ البرا، مع برشا ديزلفور البرا، ثم دو تيب دو ديلفور، ثم لي زيلفور اللي يخدم برشا كوميرسيال، دونك يعطي برشا لي يعطيو لي زونتيبيوتيك خاطر كوميرسيال باش يبيعهم العصافر يسون فو من بعد يعيش ما يعيشش ريزيستونس مش ريزيستونس. وثم بالي اخر الفير برسمة تلقى مغروم يحب العصفور، هذاك يخدم على قاعده ويخدم افيك دي برودوي ناتوريل ويحاول يخرج العصفور اون بون سونتي من غير حتى انتيبيوتيك ومن غير حتى دويات. ثم حاجه اخرى حكينا عليها احنا قبل ولقات صدى كبير، معناها بون ثم برشا عباد بور وبرشا عباد مالوغوزمون كونتخ.